السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ورد إلينا هذا السؤال: حكم الاستحمام والتبرد بالماء في نهار رمضان، نقول وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إنه من المبادئ التي قام عليها التشريع الإسلامي مبدأ التيسير والتخفيف، وهذا المبدأ صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتبرد الصائم بالماء سواء كان بالاغتسال أو بصب الماء على بدنه اتقاء الحر أو العطش جائز شرعا ولا يفسد الصوم، بل قد يتعين الاغتسال إذا كان واجبا، مثل من نام على جنابة ولم يغتسل قبل أذان الفجر فيجب عليه الاغتسال لأداء الصلاة، لما روي عن السيدة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وكذلك المرأة إذا انقطع عنها الحيض قبل أذان الفجر فصامت فيجب عليها الاغتسال لأداء الصلوات. ولكن ينبغي على الصائم عند الاستحمام أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.